السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية يا إخوان. يوم جديد، موضوع جديد ومغامرات جديدة بإذن الله. طبعاً يا إخوان، في بداية المقطع نكسب الصلاة على الحبيب سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ريت يا إخوان تحط لنا لايك وتعليق مرتب زيك. طبعاً كيف الدخل اللي دخلت لكم يا من هون؟ تقولوا ستيف أوستن داخل. طبعاً يا إخوان هذا المقطع بدنا نوصله 1500 لايك، مقصرين خير الله باللايكات، مش راح تخسر إشي. زر اللايك، بدنا نرجع ونأكد ما بكهرب على مسؤولية الشخصية. إذا كبس لايك ما بكهرب، ولا في شرار ولا في نار ولا في إشي، بس أنت قاعد تدعمني المقطع. وزر اللايك برضو يا إخوان، ده أكد والله هاي الموضوع أنا مستفزني يا إخوان. أنا على اللايكات ما بأخذ فلوس، والله ما بأخذ فلوس، هو بس بقوي الفيديو. وإحنا أنت بتتابع الفيديو طمعانين بكرمك إنك تحط لنا لايك. طبعا نطلع حمام موعد، وعد مني تحضر موعد مرتب، وعد مني تحضر موعد مرتب، فحط لايك قبل ما تحضر. هاي الحمام الشباب الطيب الأشاوس، يلا تعالوا يلا يلا. طبعا بعد هدول حنطلع لكم ايش البواز، ونعمل لكم موعد اسطوري. الهواء قوي، طلع الهواء كيف، سكر الباب والباقي جوا. يلا برا اطلع. طلعت على جزئين الحمام، بحبش تطلع هيك، بس الباب سكر بوجه الحمام، خليها تضم. طلع في اشي يمسك العالي، وفي اشي لسه هسه طلع. هيهم خليها تلم، لمي وعلى نفسك شمي. هاي لمت، والهواء كثير قوي. مع هيك راح نحضركم موعد اسطوري، وعد مني. بديلكوا الحمام تفجير هسه عشان ايش تعمل ابداعات. وحيو طبعا لسه بدي الحق لكم اياهم بالبواز، ونشد على البواز. يا البواز يا اخوان انا طلعتهم اكثر من مره على المغرب. هيهم هلا بالبواز، هلا 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 هل بالاساطير، هلا هلا بالنشامه، يا هلا. حي الله قلبي يرشق والله. وراحت الحمام، لا ايش الدرجه بالحكتيش. اوكي الهواء برجع برميها لعندي. طبعا عادي انها الصفرة تطلع بنفسي معي مع الصيام، عادي ريق ناشف يدوبك فيه ريق انك ايش تصف لهم. طبعا شدنا لكم عليها، بس كل ما تشد ايش الحمام ترجع تقلب لعندي جاي. صلاة على النبي، شدت مسكت العالي، الهواء قوي. يلا روح ادعسي، والله بركن عليك. بركن عليك. راحت دعست، هيك دعست. نقول لكم بتدعس، يعني بتدعس، بدعس لكم اياها، بخليها تفتح تطير وتطلع. هاي لا لفت من هون ولا لفت من هون، ضلت ايش كاويه لجوا كوتها. اللي هسه استرجع بنسوي لكم اياها فشش. راحت هسه بدها تسلخ مشوار لجوا جوا، بعدين بترد ترجع. هسه استرجع بنسوي لكم اياها. يا اخوان هاي الحمام هسه بينت، بينتها بالعالي، خلطة قطعة وشد فيها وراحت. هي 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 راحت ساقت لجوا كمان، كملت هي ضطت لجوا. وهناك كمان في قطعتين، هسه بدنا نقلبها ميمعة. بدكم موعد؟ أنا وعدتكم قلت لكم إلكم مني موعد مرتب. هاي قطعتين هناك. طبعا الحمام ردت غطست لجوا مش مبينة، الهواء قوي طلع من الشجرة مبين الهواء قوي، بس ممكن مع المايك اللهم صل على سيدنا محمد، مع المايك بخف شوي الهواء. هسه بس ترجع الحمام ان شاء الله نفرجيكم اياهم باذن الله. طبعا يا اخوان هسه الحمام رجعت بينت، ها هاي بينت كمان مره، هذا تقطع والله شكله. اذا احنا دول على اليمين قاطعين صح هيك. يا حلاله هات شوف، هات 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 هات.
لا 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 شو بصير شو بصير اللي فوق هذول انا راضي فيهم. شو اللي بصير جوا جوا يا جوا جوا بابا 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 فاتت فاتت مش راح تبين مش راح تبين. هسا بس ترجع منشوف شو القاطع شو المقطوع شو اللي بصير بالموضوع يا اخوان. هات نشوف شو بصير يا اخوان. الحمام جد جوا انا قرفت شو عملت طلعت البواز اسوقهم. طلعت البواز ايش طلعت البواز اسوقهم. ايوه هاي البواز ما بدي اقعد استنى بدلاك يرجعوا خلاص. هاي اسمع شوف علي هاي البواز برضو راحت ساقت يعني تفكر بس كل واحده باتجاه ماشي. هدلاك فاتوا جوا قاعدين بخالطوا قاعدين بتلحموا قاعدين بضبطوا امورهم. هسه ايش في الشريك اصفر حتى خلينا نتسلى ايش بالبواز. الهواء بخلع خلع بالبواز كمان. لك والله ما هم من بينات هذلك قسما بايات الله. يلا شدوا يرفع رفع له ايه بيلعقوهم نفس الاتجاه. البواز لما تطلق الله البواز لما تسوق وتسحب هاي. بس اول ما صور قال عادي الصيام اثر. وصلت لهون بدك تحط لايك على الله تكون مش حاطط 1500 لايك بدي منكم. نزل كل يوم قطعتين قلت لكم موعد اسطوري يعني موعد اسطوري. هاي البواز شمال وهدلاك يا اخواني القوية راحت هيك مش عارف وين راحت وين راحت وين اجت والله ما نعرف. هسه لما ترجعت بعدين طلت قبل شوي طل النشوي من الخندق بعدين ايش؟ الخندق شو الخندق هاي؟ بعدين بطل يبينوا هاي البواز ايش فوق هون خليني اقربك عليهم زوم شدات وعين الله عليهم ما شاء الله. هاي البواز برضو راحت ساقت صلى على النبي. هسه ايش بعدين نطلع لكم هدول نعمات الحباد احلى بربريزي منور منور على الاسطول الجديد. طلع لكم هدول التقلات هاي البواز شدات فوق بالعالي وهدلك مختفيات. طيب اخوان عدنا والعد عودوا احمدوا. حمام القوي لسه ما رجعتش البواز هي شاده طاطا في اربع بواز بدهم يفتكوا يرمحوا جوا جوا. طبعا هسه البواز شدت والله ما شاء الله شدت شد مرتبه. طيب الحلو بالموضوع انك انت تطير قطعه تطير قطعه تروح تسوق والقطعه الثانيه شو هي فايته جوا مش مبينه هيك 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 وين وين والله ماني شايف شيء. هيهم هيهم هي البواز طلع البواز بالصلاه على النبي بالعالي هيهم 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 هيك ليه صاروا يبينوا يعني قطعه تروح تختفي وقطعة بواز تتصبب عليها وهي طايرة ومش يا اخواني مش البواز انهم همل ولا سرسرية هي مشدات كمان بيسوقوا وما شاء الله عليهم برمحوا كمان. هي طلع وجههم عطوها الصلاة على النبي ما شاء الله. هدلاك وين تعرفش هي غابة الشمس البواز شدات كمان البواز يكونوا رايحين يجيبوهم. طلع ما شاء الله الله يبارك. اليوم هسه بنشوف شو حيصير بس حامل الموعد هذيك الا ان شاء الله تكون قاطعة اشي اليوم نعمل لكم اكشن صيد كمان مع الاكشن هذا اللي بيصير هون مع الاكشن اللي بيصير هون. اوبا طلع طلع هون طبعا ايش رجعت ربع الحمام او نصها بس هيك مقطوع انا بس مش عارف اذا معهم حمام هيك انا مقطوع. شو شغل التيربو هسه كلهم بيشتغلوا مع بعض. الحمام رجع جزء منها بس هيك مقطوع مش عارف نصها تقريبا رجع تقريبا النص رجع بس ايش فيها ما بعرف بجوز فيها يكون حمام. رجعت على العالي وخبطت بالبواز على طول مباشره يعني ما بصور كان خبطت بالبواز مباشرة
هسه بنشوف ان شاء الله ايش تصير. على البركه. ايش فيها؟ في شيء زي شيء اسود هيك؟ ايش الي هذا؟ اسود ايش الي هذا؟ خلينا نشوف. بسم الله ما شاء الله، والله ما شاء الله عليهم. ايهم راحوا كلهم مع البواد، قال لك تعال بدنا نجيب كمان لسه. لسه ايش؟ بدنا نجيب كمان. الله يبارك. ايش هذول؟ في هذول ايش هذول بلديات؟ انسى بلديات قطع عليهم انا. هاي الحمام طلعوا لي هون، طلع لي جاي، طلع لي جاي. ما فيها اشي هيك اسود يفلت؟ عم حملة عم حملة. هسه بدنا نشوف. قاعدين شوي شوي، خليها طوطة براحتها، خلي الحمام شوي طوطة براحتها. بسم الله ما شاء الله. بعدين شو نمسك عليها برمة وان شاء الله ايش بنحاطط لكم اليوم، نعمل لكم اكشن مرتب. الصلاة على النبي ما شاء الله. طايرة وشد حيلها. الله يبارك. في هناك برضه ثلاث حبات مرقات مرور الكرام. أبصل لمين أبصل لمين أبصل لمين. خلينا هسه نشوف. طيب الحمام بلاش تحط، خليها تحط. هاك 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 هاك. هات نشوف شو حط مع الحمام. طبعا يا اخوان زي ما انتم شايفين هاي العروق طلع. هذا الابلق، هذا الابلق تحسن وضعه، كان تعبان كان تعبان. هون فتحت على العروق مع انه في طيرين لسه كانوا على الرفصة وانا مش منتبه على طير منهم. يعني انا اول شي شفت الدباني، بعدين ايش ما انتبهتش على الطير الثاني. طلع العروق، طلع شكلي قاعد على البيض هون محضن بيض واموره طيبة. طبعا يا اخوان عن جد انا كنت اصور بهذا الوقت وما في، كان المايك مش شغال يعني الصيام مأثر، فقلنا بنركب لكم الصوت بس بحيث انه نفهمك شو صار مجريات على السطح. هاي الابلق فوق تمام، والحمام كله فوق، هاي الدباني ورا. مطلع انا العروق ومطلع كل شيء، ويعني مش مهتم للدباني يعني تصيده ولا ما بتصيده. قلنا مش مشكلة، المهم اعطي حمام حقها. هسه شو بدي اروح اثبت الكاميرا. طلع قاعد الحمام كلها صارت تطلع وتنزل العروق بشكل كامل. قلنا ماشي، تعال نفتح الابواب عشان ايش نحبس نحبس الصيد. طبعا طبعا اخواني شيء غريب عن جد انك تركب الصوت بعد ما تصور الفيديو، طبعا الفيديو بيكون احلى واجمل. طبعا حاولت يا اخوان عن جد للامان، حاولت اثبت الكاميرا طلعت مش مبين الارض. رحت ايش هسه بحمل الكاميرا وبرد بحطها تحت، حطها تحت، بدي اتناول سطل العلف اساس اني انزل الدباني. طبعا انا الطير الثاني لسه مش شايفه، ليش؟ لان الطير الثاني عمري عمري احلس، بتعرف انت بواز عمريات مع البواز تختفي. هون بدي اساس بيجيك اللقطه، بدرمي شويه علف. ايوه هيك ببين معي، ببين معي الطير، بقول مش الي الي مش الي الي مش الي، ويطلع مش الي. بمسك الكاميرا وبدي الحق الطير عشان ايش اصور. هاي ها طلع، زدت لك كبشه تعال طب سوار، بعدين خذ الكاميرا والحق. هون طبعا انا بكون عايش الصدمه انه هذا الطير مش الي وانا مش منتبه له. الاخوان شايفين البرامل الاصفر هذا اللي مرق؟ هسه بقول لكم قصته مش مشكله. وهي الابلق امور الحمد لله تحسنت ولله الحمد. عندكم هاي الاحلس العمري، وعندكم الدباني لبسي قاعد بالحق فيه. طلع البرامل الاصفر بيهوج يا اخوان، قلت لكم شاك انه طيره. طلع على الرفصه ركز عليه، هي بيهوج. والله حلو تعلق على الفيديو بتكون شايف كل الزوايا. طلع الدباني فوق. ايوه هون باشلكم انه على البراملي، بكون احكي انه البراملي بيهوج طلع فحل. هذا البراملي جديد، هاي الدباني حشروا العبسي. هسه العبسي هوب ولا هو بنزلكم اياه.
طبعا يا اخوان ركز لي على الصيد، هاي البرامج اللي لحقوا كمان، ركز لي على صيد الطريان هسه، انسى شو بصير. طيب اقعد علف، اقعد الحق وراه. طبعا انا هون بكون ارمي علف جوا ومش مش راضي يفوت معي، لانه الحمام انا عندي متعودة ايش اطعميها بمعالف. فايش حانت الان فكرة المعلف بعيدا عن البنطلون اللي مسحه اللي مش مشكلة، حانت الان وقت المعالف. بدي احط المعالف وين؟ جوا الخشش، حط جوا الخش هاي، زدت لهم علف فيها بحيث انه ايش اي دبان البرامج اللي بيهوج عليه، شايفين هاي الاسود وراسه ابيض. بمسك المعلف الثاني هسه وين؟ بدي اروح على خشة البواز انه نحط المعلف جوا، رشرش خلطة ام الغالي ما علينا عشان نحبسهم. طبعا طلع طلع انت الاحلى سيفوق على الرفصة، النوري لاحقه ويعني عايشين حياتهم. هسه انا مش متبع له، هاي صار على الباب، طلع ايوه على الباب شايفه صار على الباب، بس انا متبع للدباني. قلت دباني على الارض، دباني على الارض خير من 10 طيور على الرفصة. طبعا يا اخواني يعني لازم يكون اعلق لكم على الفيديو، ما والله المقطع حلو جميل كان، بس يا الله شو نسمي بدني انه فيش صوت، بس مش مشكله هنا احنا يعني نعطيكم تعليقات خرافيه. طبعا هذا اللي بنطنا تفرخ الشفر هذا المسقع. طيب بالوقت الحالي الدبان هي على اليمين برا شايف مش راضي، هي جنب الابرش. هسه الدبان خلص تيست معه، لا بده يفوت جوا الخشه ولا ايش، قلنا ايش ما بدهاش بقى، بده غف. طبعا واحد صايم ويعني يا دوبك قادر يغف حاله. طبعا الله لا يفرجيكم الغفه تاعته، الغفه تاعته عباره عن نفس غفه الطير اللي قبله بالنص. طبعا هاي بالنص يا اخوان عباره عن عب يعني انسى. هون قاعد بعلف له، بدي اياه يامن بس. تعال 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 هسه الحق ابو سوار، شوف لي الغفه، اوب انا لف وجهه جوا خلاص تمام، جوا جوا خلاص ما دامك جوا انحشرت. طبعا هون الدبان مسك ايوه طلع يا سلام. طب فرجينا يا زلمه شوي على السريع، اخذته ورحت. طيب ماشي مش مشكله، ارجع هسه خذ لي وين، دور على العمر دور على الاحلس هسه، هسه دور على الاحلس عشان نصيده. طبعا الاحلس قلنا ايش بحبس، طبعا الاحلس مش راضي يحبس، فشو بنعمل بالاحلس يا اخوان؟ ايوه بدنا نغف، تعال انزل هيك جاي، قلت لازم اغف لانه الاحلس لا راضي يحبس ولا راضي ينزل. قلنا نرحل الحمام شوي على الشمال عند الخشش، زدت علف، اي جوعان شايفينه، اي اي ضلوا هم الاثنين فوق العلباب، اي الشفر والاحلس. القرنفل اللي رايح جاي هو النوري طقين ببعض، ايوه تظبيطات تعديلات الكاميرا. استلموا مين؟ استلموا العمر الاحمر، نزل اوكي نزل نزل. بس هون للاسف اني انا شكلي غفيته مش مبين اللقطه تاعته، زدت علف هسه بخلع لي كبشة مرتبة، كبشة كبيرة، أيوة التمت الحمام، امسك أحلى بصوار والله يا معلم طرين، هاي العمري تمام. كيف هذا مطول؟ طب الدبان عشان حلو رحت أخذته وضلت فايت فيه جوا، ما علينا. ضربنا الحبتين يا إخوان، بس أنا مش عارف شو بدي أعمل، شو بدي أعمل أنا هسه قبل اطلع شو بدي اعمل، يعني انا قاعد بعلق مش عارف شو بدي اعمل. بدي اسحب المعالف برا واعلف للحمام ايش برا، لان انا متعود اعلفها برا. انا كيف نظامها عشان الحمام جديده، بعلفها برا زي هيك زي ما انتم شايفين تاكل، كل واحد بيرجع وين على العلاقه تاعته وعلى الخشه تاعته. طبعا يا اخوان هاي الحبتين انصادوا، طلع العمري كيف لابد، هاي الدباني. طبعا انا مصور لكم يا اخوان هذا اليوم، اليوم اللي بعده يعني اليوم الثاني. طبعا الحبتين هذول بين صاحبهم حنرجع له اياهم بالاول والاخر. ناسف ناسف
على انقطاع الصوت، بس يعني دبرناها منتجنا، بس دائما بيكون الصوت على طبيعته احلى، الصوت على طبيعته احلى، بس منتجنا لكم اياهم هيك وزبطنا الامور. طبعا يا اخوان نتمنى انه هذا المقطع تفجر لنا يا لايكات، يصل اكثر من 1000 لايك. 1500 منيح، 1500 منيح، موافقين 1500. وصلنا لهي حلقتنا، ان شاء الله حلقتنا عجبتكم، يعطيكم الف الف عافيه، والسلام ختام. السلام عليكم.